الجولة الخامسة والعشرين، الاتحاد الذي كان مدعوما بأعداد غفيرة من جماهيره الوفية لم يفلح في الإبقاء على نقاط المباراة كاملة على أرضه رغم سبقه إلى التهديف بواسطة عبد القادر بدران في الدقيقة 33 من خطأ دفاعي. غير أن البرايجية أصروا على العودة في النتيجة، فكان لهم ذلك بعد 5 دقائق فقط عن طريق بكاكشي بطريقة رائعة في الدقيقة 38، وهي النتيجة التي انتهت عليها المرحلة الأولى ومعها المباراة، حيث لم يتمكن نوبلي ورفاقه في ترجمة الفرص السانحة التي أتيحت لهم فيما تبقى من زمن اللقاء.